شفنا في الجزء العشرين اللي فات يوم الأفراج عن أبونا لوقا سيدروس والمشاعر الملتهبة الجميلة بين الآباء الكهنة وبعضهم البعض، وشفنا في الأجزاء اللي فاتت كلها ذكريات الآباء الكهنة زي أبونا إبراهيم عبده وأبونا بولس باسيلي في السجن أيام السادات، وهنكمل اليوم الجزء 21 بعد ما أبونا لوقا سيدروس خرج من السجن وهو في الميكروباص بيقول: بعد ما ركبنا الميكروباص أنزلوا بعض الآباء من الصعيد بجوار محطة مصر، ثم ذهبوا بنا إلى شبرا حيث منزل والدي. وقف الميكروباص وفي ذات اللحظة بترتيب عجيب وقفت العربة الفولكس. كانوا قد وصلوا توا من الإسكندرية اللي هم أهله، يعني مراته وعياله، وكانت الخطة أنهم ينزلون الأولاد في البيت ثم يذهبوا ليبحثوا عنا أين نحن. لم أكد أصدق عيني، الأولاد طوقوني، اندفعوا من العربة وهي بباب واحد يتزاحمون ويصرخون. مفيش بقى لعلي خليفة ولا الزيارات ولا. صعدنا إلى المنزل، كانت هناك والدتي وإخوتي ولم يكونوا يعلمون شيئا. كانت المفاجأة لهم شديدة، ومن شدة الفرح كان صراخ وبكاء وشكر للسيد المسيح. صلينا الساعات التي لم نكملها يومها مع الآباء في السجن، وبتنا ليلتنا، لم ننم إلا قليلا. إن اللقاء في مثل هذه الحالات قد يلقي ظلا خفيفا على اللقاء مع المسيح في السماء، وفرح القديسين عندما يخرجون من ضيقة هذا العالم الزائل ويتمتعون بأحضان القديسين، فرح اللقية وفرح الوجود مع الله وفرح نهاية الشر والظلم وحروب الشياطين. وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى البطريركية بحسب موعدي مع الأنبا أثناسيوس لنذهب إلى السجن لكي أحضر باقي متعلقاتي والتي كانت في الأمانات، ولم يكن ممكن أن نعمل ذلك بالأمس لأن الوقت كان قد أمسى ساعتها. صعدت في المبنى الذي يقيم فيه الأنبا تيموساوس، كان وقتها نائبا للبابا بمدينة الإسكندرية منذ عام 1980، وكانت تربطني به محبة فريدة. قرعت باب قلايته، خرج فرآني، طوقني بذراعيه بشدة وقوة وظل يقبلني، ثم رفع يده وقال: أمام الله لم أفرح في حياتي مثلما فرحت في هذه الساعة. قضينا وقتا قليلا ثم ركبت مع الأنبا أثناسيوس وذهبنا إلى سجن المرج. دخلت أجري نحو العنبر، وجدت الآباء جميعا كانوا يصلون الساعة السادسة. قبلتهم بأشواق عجيبة، كنت كأني غبت عنهم كثيرا، ولكني شعرت بصغري أمام محبتهم التي أظهروها نحو. سألوا عن الأحوال، طمنتهم إن كل شيء بخير وأن المسيح تبارك اسمه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ثم جاء عم علي خليفة وقال: يلا يا أبونا لوق. قلت له: يا عم علي، أنا مش زائر، أنا من أهل المكان. فابتسم الرجل وودعتهم جميعا واستودعتهم في يد الذي يحفظ حتى شعور رؤوسهم ويحصيها. ذهبنا إلى الإسكندرية في اليوم الثاني، وكانت غيبة طويلة حقا. كان شوقي إلى الشعب مثل لهيب نار لا يعبر عنه، كلهم أعزاء علي وأحباء إلى قلبي، وهذه المشاعر في مثل هذه الظروف لا توصف. وصلنا إلى الإسكندرية مساء، وفي سيارة أحد أحباء الأستاذ رمسيس المنشاوي نيح الله نفسه في فردوس النعيم، طلبت إليه أن يتوجه إلى كنيستنا في سبورتينج. كانت الأوامر ألا نصلي في كنائسنا، حتى الآباء أسقفوا بعد الإفراج ما كانوا يذهبون إلى إباريشياتهم. قال لي والذين معنا في السيارة: بلاش الكنيسة. قلت لهم: سأسجد قدام الهيكل وأسلم على أبونا بشوي فقط، فهو وقت متأخر وليس هناك لا عشية ولا قداس.
حاولوا معي فأصريت على ذلك. فعلا ذهبنا إلى الكنيسة، سجدت أمام الهيكل المقدس وقبلت المذبح الإلهي وسلمت على أبونا بشوي في مزاره. كانت لحظات رهيبة وأحاسيس يصعب التعبير عنها. ثم توجهنا إلى منزلي، لا أعرف كيف عرف الناس، جمهور كتير، ولكنهم كانوا في منتهى الهدوء، بعضهم اكتفى بأن يراني، وحتى السلام باليد أو بالأحضان كانوا يشفقون علي. من ذلك أحاطني الناس بحب غامر عجيب، جميع الناس وبلا استثناء حبهم للمسيح شيء مذهل. كم تشجعوا وزاد إيمانهم، كانوا كسيل لا ينقطع من الصباح الباكر في السابعة صباحا وحتى الواحدة بعد نصف الليل، كانوا كأنهم طابور من البشر. بمنتهى الهدوء جاءوا، وبمنتهى الهدوء انصرفوا. بعضهم كان من على الباب ينصرف، آخرون وجدوا مكانا في المنزل، والذي ضاق عن أن يسعهم. منذ الصباح الباكر تركنا الباب مفتوحا، لم نحتمل جرس الباب وإن أحدا يفتح. كان الباب طوال النهار مفتوحا، والداخل يدخل دون أن يطرق الباب أو يرن الجرس. ظل الأمر على هذه الحال أسبوع عين أو 3 أسابيع، وعندما كنت لأمر قهري أترك المنزل، كان الحاضرون فيه يسجلون أسماء الأحباء الذين جاءوا ولم يرونني. كان الوقت مباركا، ففي الجلسات البسيطة التي كنا نجلس فيها مع الأحباء كانت التعزية الإلهية في كل كلمة، وكلمة الحياة الأبدية تنسكب علينا بفيض ونعمة عظيمة كانت تشمل الجميع. ما كنا نتكلم عن السجن أو ما جرى فيه، ولا عن أمور السياسة أو الظروف التي عشناها، بل على العكس ركزنا ذهننا فيما هو للبنيان والحياة مع المسيح وحياة الصلاة. وفي يوم الأربعاء 31/3 في الصباح الباكر، وجدت أحد الأحباء الدكتور ماهر ميخائيل، هو دكتور العيون، بعربته يقف أمام المنزل ويقول لي إنه مبعوث من مارينينا لكي يذهب للدير الآن. حاولت أن أعتذر له لأني مرتبط بالناس الذين لا ينقطع حضورهم كل النهار، ولكنه قال أنا رسول لابد أن أعمل بحسب الأوامر. قلت له أرجوك اعفيني هروح في وقت تاني. قال لي سيدنا أنبا مينا قال لي ما تجيش الدير مرة تانية إلا وأبونا معاك. امتثلت إلى الطاعة وتركنا بعض الشباب في المنزل وانطلقنا إلى الدير. كان دخولنا الدير كمثل الدخول إلى السماء، فرح لا ينطق به وتعزية سمائية في رائحة القديسين والكنيسة التي رسمت فيها وذكرياتي مع البابا كرولوس وكل أحبائي هناك. لا يمكن أن أصف الحب الذي أحاطني به أنبا مينا، حب صافي حقيقي وروح طاهر نقي طفولي وباقي الآباء الأحباء الرهبان وكل الشعب هناك. صلينا قداسا إلهيا في كنيسة العذراء في الدير على المذبح الذي رسمت فيه كاهنا، وكان هناك المعلم إبراهيم شماس البابا وهو حبيب وعزيز علي. صلينا بنعمة وعزاء وانطلقنا راجعين لإسكندرية بعدما تزودنا بهذا الزاد الإلهي. كان هذا أول قداس أصليه بعد الإفراج، وكأن الله أراد بي أن يجدد عهده معي في ذات المكان، وكأنه عهد جديد. كم شكرت الله على هذه النعمة، وتضرعت إليه أن يحفظ نعمته ويستر على كل أيام غربتي على الأرض. إلى هنا انتهى الجزء 21، وهنشوف الجزء 22 إن شاء الله، أما راح دير القديس أبو مهار إيه اللي حصل بالضبط.